صافي صراحه ما خصناش نبقاو هنايا في هذه البلاصه. هجم علينا اخوتي، هجم علينا كامل. هذه البلاصه كامله دابا دايره بالحلوف اخوتي. واش هذيك البلاصه فاش طفي؟ اه ناري صاحبي، راه شي تما راه هذيك هي واش اخوتي. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اخوتي. المهم البارح جينا هنايا مع ديك ال11 وغادي دابا غادي نخيموا في واحد البلاصه اللي كلها منحدرات اخوتي وخطيره بزاف. اي لقطه يقدر يخرج لينا حلوف اخوتي من هنا. اسم محمد ونبيل ونبيل ولاد المنطقه ديال هنا. السميه ديال المنطقه الله اكبر اقليم ازيلال. بزو اقليم ازيلال. اقليم ازيلال. المهم بلاصة ناضية اخوتي، راه عرفتي من طالعين ها من هبطنا حنايا. وهذا الشيف راه حميد راه معروف. ان شاء الله غادي ندوزو هنايا 24 ساعة. حنا غنفطرو اليوم ان شاء الله هنايا دابا جوج قسمين وغادي نهبطين مع هاد الهبطة. راه ما يمكنش محال. واش غادي نكملو الصيام ديالنا؟ ها انتوما اخوتي البلاصة كي دايرة من هنا. مكانش فيها الماء ديكا. يا سلام اجبد باقى الطريق. يا سلام والله الا باقى الطريق اخوتي. باقى جبد شو ما عشان نطلعوش. ها انتوما بسم الله. المنطقه اخوتي هنايا كلها رمان. ها سبحان الله كتشوف كاين الرمان. هادشي كامل اللي كتشوفو قدامنا رمان. غنشوف شو على دخله. شو شو على دخله العذاب. ولكن هانيه داكشي زوين. دوز سلمى. هانتوما اخوتي داكشي معنكاش ولكن خصك دوز. دابا غنقلبوا على شي بلاصه اللي غادي نحطوا فيها لاطون ديالنا وان شاء الله نرتاحوا فيها ونبداو نوجدوا الفطور ديالنا. المهم خوتي شو علاش غاديين حنايا دابا؟ ها نشوف راه غير على اللحافه. تقدر في اي لقطه تهبط الله يحفظ لتحت ورا الواد كيبان ليكم. راهو وباقيين غاديين. باقا عندنا جبده ديال الطريق. صراحة خوتي هاد البلاد هادي ديال من أجل البقاء. فيما مشيتي كتلقى شي حاجة تاكلها. مثلا ها هو كاين الحامض هنا. جبت شي حامضة حميد؟ أه حامضة وهالليمون أخوتي. ها هو تبارك الله ما شاء الله البلاصة كاملة ليمون. ها هو اللهم بارك. شو الحامض كيدير؟ اللهم بارك. يا سلام حامض. وأنا غنديو غنديو نعصروه. فيما مشيتي كتلقى بحال هادشي قسما بال. انا صايم دابا ويا ربي شهيتها صراحه. يا سلام واش دايز لي الصيام ولا ما دايش لي شهيتها. خلوا لي في كومونتير واش دايز لي الصيام. واحد الريحه بلاصه فيها المزاح. واحد الريحه يا سلام. المدير غندوز على واحد البلاصه فيها المزاح. حتى هو كاين المزاح الحقيقه المره. صافي حتى المزاح نشرب ونبك. اللهم بارك. يعني هاد البلاصه ديال من اجل البقاء. تجي دير من اجل البقاء هنا تعيش. كيف هاد البلاصة؟ ديالك؟ ديال هو صافي نريحو غير هنايا
تحت الشجر ناج مدرق علينا الشمس مدرق علينا كلش. المهم خوتي اختارينا هاد البلاصه مدرقة على الشمس مدرقة على بزاف ديال الحوايج قريبة للواد. غادي نقادو الماتريال ديالنا وهادشي اللي كاين اخوتي. غنقادو لاطون دابا ياك مهم اخوتي. دابا غادي نمشي غنجيب العواد ضروري باش ندوزو بهم الليله كامله ان شاء الله باذن الله. خاص العافيه ما تطفاش. دابا خوتي غنجبد عليه فيه النعاس ديال بصح الدقدق مع طلع الجبل هبط الجبل دقديقه ديال بصح. دابا خوتي غنوض نوريكم واحد المفاجاه جابها لينا خويا محمد. فين هي اللعيبه اللي شتي لنا خويا محمد؟ راه خيره. ها هي خوتي اللهم بارك. هذه واش نتسحروا بها ولا نفطروا بها؟ في نظركم شنو غيكون هنا خوتي في هذه الخيشه هذه؟ النظر ديالكم شنو غيكون في هذه الخنشه هذه؟ كتبوا لي اخوتي اشنو غيكون في هاد الخنشه ان شاء الله. ها هي خنشه مسدوده. شنو غيكون في هادي اخويا محمد؟ واه شوف انت اخويا. ها؟ اش غيكون تما في الرباط؟ اخويا انا عارفها خاصهم هما يعرفوها يخلوها لينا في كومونتير. راه نحلوها نطلقوها عليهم حنا نبينوها عليهم. يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله يا قنيه غنتسحر بقنيه اللهم بارك. هيا قنية اخوتي قنية اللهم بارك. هذه هي اللي غادي نتسحروا بها ان شاء الله باذن الله. شكرا على المفاجأة الله يحفظك. جابها لينا من الزريبة ديالو اخوتي. شكروه في كومونتيرات. هيا اللهم بارك بارك الله. الله يتان تهرب ياك؟ تهرب عندك ها تهرب دي باري دابا غتهرب ناري. ها هما اخوتي شحال زوينة تبارك الله. شوف تبارك الله شحال زوينه فوق الشوايه هذه اخوتي فوق الشوايه. يلا شكون اللي يدبر معاه؟ صافي السيخ ديالو ولا لا؟ عرفت كتحلها من ظهرها راه غنوريهم السيخ كيفاش كتحلها من ظهرها وكتجر منه وتجر منه في البلاصه في البلاصه. النوضه دابا ندلحوها يلا يلا تمت العملية بنجاح. دابا خصنا نحيدو ليها الأمعاء ديالها. يا بسم الله سنة الحياة أخوتي. ما عندنا ما ندير بغات تشهينا قنية في هذا رمضان. هذا كبدة صح الكبدة ديالها هادي لا الرية هي فينا الرية والقلب. الرية والقلب ضروري تكزات صافي. المهم خوتي خلي الدراري ناعسين تمايا وقلت نضرب دويره هنا ما تعرف نشد شي حاجه شي كريكار ولا شي ونيت نتعلم الكاري مزيان ونجيبو الوقت ديال الاذان. دابا نجيب شي دوره بالكاري على الله وعسى نضرب شي حمامه ولا شي حاجه.
ناري 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 زقلتو والله حتى زقلتو اخويا. ثاني مرة كنزقلها. ثالث مرة كنزقل دابا، ثالث مرة كنزقل. من الصباح انا نضارب معاهم والو، دابا الاغصان مخابلين بزاف ما يمكنش. ناري ويكون شي واحد دراري، ناري ويكون شي واحد بحال هذا، بحال هذاك الغصن راه طل هكا بحال هذا الغصن، ولكن ما كتبش واحد زقلتو حالك والله انت. شوف شوف بغيتي بغيتي هذاك الغصن، هاو هذاك الغصن سرحوا شويه عيش الله. انا اليوم ما غندير والو غنخليكم تكلفوا عيد. عرفتي شحال ضربت من كولومير فاش كنت كنصيد؟ واه ترى مشيت حتى 100 حتى الراس ديال الواد. مازال ما كملتيش 100. لا مازال ما كملتش 100، ضربت 12 كولومير. شوف من دوز راك ما ضربت 5 كيلومتر ولا شي ديالي يا الوالي ما فعلقناها شو كي درنا لها ترى بزاف. هانتوما كتشوفوا الشمس راه بدات كتغرب، او شويه حطينا هنا يا طيب. اللهم بارك يا بسم الله. هيا اللهم سخونه 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 سخونه. تحرقت تحرقت شنو هو الحليب؟ اللهم بارك الحليب ديال البقر ديال زاد الحليب ديال البقر ديال البقر. دابا بقى لينا غير الريس، ها هو كيعدل لينا في الدقيقه ديال اتاي. اللهم بارك دقيقه صحراويه هذه، والله الا دقيقه صحراويه. وجدنا البصله، عندنا الليمون، خديناه غير من واحد الشجره ديال الليمون، سلقنا البيض، صافي هذا الشيء اللي عندنا اخوتي. وهذه غنديروا بها طاجين ان شاء الله للعشاء. وهذا خوتي هو الفطور ديالنا المتواضع، وما تنساوش خليه في كومونتير كي جاكم هذا الفطور، فطور بري شي حاجه ناضيه. بصحة فطوركم، الاذان كيأذن ديال الدوار الفوق. نعم هاي الحليبة السحامية حليبة ناضية في المستوى جميل. يا سلام دراري، اقسم بالله تم خاطرين بحياتنا. عرفتوا شناهو؟ واحد الفرق ديال الحلوف داز من حدانا من هنا وهبط للوادي يشرب، راه ما يمكنش. حميد واش شي الحلوف ولا ماشيش اخويا؟ يا خويا
اصلا انا فاش هبطنا في التقليد ديال الفلوق قلت لك راه منطقه معروفه بحلو راه بزاف راه ما يمكنش دويجي دويه بشويه خاصك ما دير الصوت ونشعلوا العادي والله الا بغيت نصوروا ليهم قسما بالله ها انتوما كملنا فطورنا اخوتي بصحه فطوركم واش هاد البلاصه فيها خويا اسم محمد واش هاد البلاصه فيها الحلوف فيها والله الا فيها وسمعتي هذاك الشيء اللي سمعنا صاحبي راه داز دابا راه فرق ديال الحلاف دابا اللي داز من تما خوتي لا اله الا الله محمد رسول الله والله تم ريسكين بزاف ولكن ما عندنا ما نديرو غادي نتحداو راسنا وغادي نباتوا ان شاء الله في هذه الغابه ولا جا الحلوف ان شاء الله غادي نصوروا لكم ولا غادي نشد شي حليليفه انا ما كرهت نشد شي حليليفه صغيره ندير ربيع مع كلارا اسمع لا خوتي تا كاين الحلوف يلا اسمع اسمع والله الا هو والله حتى هو نمشيو ليها الدراري نشوفوه فين تمشي لي باش تدع عمرك وتا هي يلا نمشيو يلا سير خلينا غفره كيحدى العافيه عندنا انا عندنا المضع عندنا الزراوط خلينا نمشي والله حتى انا غادي نمشي نصوروا ليكم اخوتي خوت بزاف قسما بالله تبت بزاف اخوتي بزاف والله حتى بزاف قسما بالله اخوتي ترى صافي صراحه ما خصناش نبقاو هنايا في هذه البلاصه هجم علينا اخوتي هجم علينا كامل هذه البلاصه كامله دابا دايره بالحلوف اخوتي قررنا نحيدو من هنا الدراري تا هما مابقاوش بغاو يخيموا هنايا وغادي نتحركوا لواحد القنت اخر حميد واش نكملوا هنايا ولا ما نكملوش انا الضربه هنا ها انا الضربه صاحبي وانا مريض صاحبي قفزني يا صاحبي خويا غنجمعوا هاد الشيء اخويا اسم محمد صافي جمع علينا خويا من هنايا وشناهو القنيه دابا هنايا الله الا بقات في هاد القنيه هادي شناهو غادي نطيبوه في هذاك القنيه اللي قلت لكم قبيله انا بعدا والله لقيت في هذا القنيه ما عارف وانا السيفان الاول قلتها لكم الدراري ويلي والله ما نكذب عليك المهم اخوتي راه داير بينا دابا والله الا داز من حدانا قسما بالله تا داز من حدانا ومع العلم الدراري ما كنتصوروش ما كنتكونش جابد كاميرا باش تصور صراحة غنهزو الماتريال ديالنا دابا وغادي نتحرك راه ماشي خايفين منه راه ماشي خايفين منه اخوتي يعني حنا راه حدا الواد كيدوزو علينا في الطريق وماشي غير واحد ولا جوج راه 16 واحد راه فرق ديال الحلوف اخوتي قررنا نحيدو من هنا وغادي نمشيو لواحد العين اللي تا هي زوينة بزاف وغنكملو فيها العشاء ديالنا والسحور ديالنا والبياتة ديالنا ان شاء الله باذن الله قسما بالله اخوتي تا كاين الحلوف ها؟ اييه؟ ما تكونش انت اللي والد هذا هو المشكل هذيك النساء اللي كانت سمعتني راه عبد الرزاق ذاك العام داكشي اللي ما بغيتش بزاف اصح اش الطريق اللي غاديين مع اخوتي كل هاد البلاصه عامره بالحلوف اخوتي قسما بالله كلها عامره بالحلوف جرى علينا من القيطون غير جرى علينا من القيطون ما خلاناش نعسو ودابا غنمشيو نعسو في واحد البلاصه اخرى حنا في بلاصتو اخوتي دابا في بلاصتو وجهي ما تخافش تضربت او لا تضربت العين يا صاحبي عينك ما قاصه والو هاد الشوك هذا بزاف ديال الرمان ولي زعزعني لا عذابي عذابي العذاب اخوتي قسما بالله تاع العذاب ولينا كنتحسوا اي حاجه الحمد لله فاتنا مرحله الخطر عرفتي واحد العود العين ديالي صافي كنحس بها دابا طافيه والله ولكن الحمد لله فاتنا مرحله الخطر عينا كلشي كيشرب دابا اسمح لينا سيمون صافي اسمح لينا عذبناك معنا اخويا والله اخويا الا فاتنا مرحله الخطر ياك وي عرفتي ديك البلاصه فاش تحطي اه ناري صاحبي راه عرفتي تما راه هذيك هي كارثة صافي يا ربي السلامة انت صافي بريتي ما بقيتيش مريض صافي مازال من الاول ملي داز في لاطونس فاش كنا قبل ما نصوبوا الفطور السحور اه داز هذيك هي ولادها فهمتي قلنا ماشي مشكل ولكن فاش هذوك الكبار دايزين حدانا وما مصوبين لا الكبار بزاف اخويا فهمتي ما دواوش معانا ترى عرف شي واحد قداش اصاحبي راه عملاق راه اول مرة غنشوف انايا شي حلوف بذاك الحجم راه كبير لواحد الدرجه ما تصوروش اخوتي وداز من حدانا كيدردك حنا نهزو حوايجنا اخوتي ودابا غادي نتحركوا لواحد القنت اخر ان شاء الله باذن الله نكملوا فيه السهره ديالنا ونتسحروا فيه ان شاء الله ونعسوا واخا دابا شحال في الساعه
محال واش نوجدو هاد السحور هذا ولا و 12 تولوت امتى غادي نوصلو ونحطو لاطون الثاني ونعاودو نصاوبو السحور كاريت انا اخوتي هذا هو السحور ديالنا ان شاء الله جينا لواحد البلاصه هنايا وقادينا فيها السحور ديالنا وغادي نتسحروا دابا وفيه المود ديال النعاس. المهم اخوتي صحه السحور ديالكم يلا غادي نتسحروا حنايا بقليا ان شاء الله باذن الله. المهم اخوتي نتلاقاو في الصباح تحياتي راكم عزاز بزاف.